كنا باش نشدو يشدو الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. بالنسبة معكم السيد عبد الرزاق كريم ابن المرحومة اللي توفات يوم السبت في طريق الغرب، وكنوجه واحد الرسالة، كندير واحد التوجيه لواحد الرسالة ديالي للمسؤولين ولمن يهمه الأمر. بالنسبة لها طريق الغرب فيها واحد الاكتظاظ ديال السيارات، يعني 24/24، يعني السيارات ما كيوقفوش. الناس الساكنة ديال هذا الحي، ديال حي السي الخضر اللي ساكنين عند المحيط عند على جانب الطريق، ما كاينش ما يقدروش يقطعوا الطريق، ما حتى السيارة ما توقف له، ما كاين لا علامات المرور لا الطريق ديال لي بيتون. وبغينا المسؤولين يجيو يديروا لنا هنا لي دودان، ويديروا لنا إشارات تخفيف السرعة باش هاد الناس شويه، باش هاد الناس اللي ما عندهاش عقلها، اصحاب السيارات اصحاب المواطر اللي كيجيو بواحد السرعه مفرطه داخل المدينه 120 كيلومتر في الساعه. لا يمكن باش بنادم يجي بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه. حنا بغينا المسؤولين يجيو. ما كاينش دودان في هذا الشارع، ما كاينش لا والو، تا دودان ما كاين والو. الشارع طريق الغرب اكتظاظ سريع. نتمنوا المسؤولين يجيو يديروا لنا هنايا، يشوفوا الحاله ديال هذا الحي هذا ديال في طريق الغرب في لاصير خضر اللي كيوقعوا فيه حوادث كل يوم حادثه مميته، كل يوم حادثه ديال التهراس، كل يوم حادثه ديال تشلال، كيضيعوا عباد الله. واش هاد المسؤولين ما عندهمش انسانيه؟ واش ما فيهمش روح ديال المواطنه والمواطنين على هاد البلاد؟ بغينا نتمنوا يجيو يديروا لنا لي دودان هنا في هاد الحي هذا طريق الغرب، يديروا لنا لي دودان. كل شارع يديروا فيه دودان، كل شارع يديروا فيه اشاره تخفيف بسرعه باش تنقص علينا هذه المشاكل الكارثه اللي كنسمعوها. كنكونوا في الديور كنسمعوا الفرانات، والله العظيم بحال اللي راه دخل عليك للدار. بغينا هاد المسؤولين يتقوا الله شويه، وشوفوا في سيدي ربي راه غدا يتحاسبوا على هذا الشيء. راه الله ياخذ فيهم الحق في هاد المسؤولين اللي كيتسحقونا النهار اللي كنحتاجوهم ويحتاجونا، والنهار اللي نحتاجوهم ما نلقاو حتى شي واحد. الله ياخذ فيهم الحق، ثم الله ياخذ فيكم الحق. نتمنى هذا الميساج يوصل لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، باش يشوف مع هاد المسؤولين هاد اعضاء الله، اعضاء الوطن، هاد اللي ما عندهمش الغيره على هاد البلاد. نتمناو يجيو يشوفوا غير المشاكل، يجيو شي نهار يديروا ياكلهم القلب ديالهم، ياكل الخاطر ديالهم على هاد الطريق اللي فيها ارواح ديما كطيح حنايا، وما كان حتى شي واحد ما عنده غرض. واش ما عندهم ضمير؟ واش ما عندهم اصل؟ واش ما عندهم عائلات؟ ما عندهم اولاد؟ ما عندهم امهات؟ ما عندهم اباء؟ ما عندهم اخوان؟ نتمناو هاد الميساج يوصل للمسؤولين، ونتمناو هاد المرشحين ديال هاد الحي ديال فلسطين الخضر يبانوا شويه، يبانوا. راه ما كنشوفوكمش، راه ما شفناكمش هذيك ملي بدا الانتخابات، راكم بدات الانتخابات ما شفناكمش. شفناكم نهار اللي في الانتخابات كنتوا تجيو عندنا وتدقوا علينا ونمشيو معكم، وقفنا معكم وساندناكم، ولكن من الانتخابات لهنا ما شفناكمش. انا بعدا ما عرفتش واش راكم هنا ولا خارج الوطن، بغيت نعرف فين مشيتوا. ونتمناو وغادي نهضر الحديثه انا الحديثة نهار السبت، نهار 22 أكتوبر مع الساعة 10:30 ديال الصباح، الوالدة ديالي كانت خارجة تمشي للسبيطار. إن الوالدة ديالي مريضة فيها عدة أمراض، والله يرحمها في هذا النهار. وجات تقطع الطريق، وصلت لوسط الطريق، وجاي واحد السيد واحد مول الكليو جايب واحد بالسرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه، واحد السرعه مفرطه. كاع الساكنه ديال حي السي الخضر شافوا ذاك المنظر، وعندي فيديوهات. كل شيء اللي شاف ذاك الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي كيشوف داك الشيء كيشد في راسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس ديال الشرطة.